السلام مساء الخير عليكم ورحمة مهم الله جدا وبركاته. ليك ومعانا عاملين ايه القهوة. حبايبي؟ معانا بذور الكتان النهاردة ومعانا الرز. بذور الكتان للتجاعيد والبشرة اللي هي مليانة تجاعيد وفيها كل يعني اخطاء وعيوب. بذور الكتان جميلة جدا اهي، تعمل على شد البشرة وتنعمها وتخليكي ترجعك عروسة تاني وترجعك صغيرة 20 سنة. لو انت عندك 70 سنة هترجعك 20 سنة. نشوف الوصفة هنعمل ايه. هنجيب حلة او مقلاية او اي حاجة عندك. هناخد معلقة رز، الرز مهم جدا للبشرة وبيحافظ على نعومتها وبيشد البشرة، ممتاز جدا. وهناخد كمان معلقة بذور الكتان مع بعض ونحط عليهم كوباية مية ونحطهم يتسلقوا على النار. سلقنا الرز مع بذور الكتان، هنخلطهم في الخلاط. طحنا الماسك اهو كده. هنجيب بولة ونجيب شاشة او مصفى او اي حاجة، اي حاجة نصفي بيها، وهنفضي الخليط كده. كولاجين وبوتوكس طبيعي للبشرة، بينور البشرة وبيزيل التجاعيد والهالات السوداء والخطوط الرفيعة، كل ده هنا مع الرز وبذور الكتان. مش هنرمي ده، هنشيله علشان هنحتاجه. هنضيف على الخليط، هنضيف على الخليط عصير البرتقال، معلقة من عصير البرتقال، او معلقتين كده. كمان معانا دقيق الشوفان. الشوفان ده هناخد الدقيق بتاعه، هناخد معلقة برضو منه، معلقة كده. انتوا عارفين ان الشوفان مفيد جدا للبشرة والتجاعيد. كمان عندنا النشا، هناخد برضو معلقة منه ونقلب كويس. روعة روعة للبشرة والتجاعيد والهالات السوداء، روعة. الماسك ده يا جماعة روعة، بيخلي بشرتك منورة وزي القمر. بس عايزين نلتزم بالمواعيد بتاعت يعني نوضع الماسك امتى. الماسك ده بيتحط بالليل وبالنهار، يعني الصبح وبالليل. ماسك هايل جدا يا بنات، جربوه وقولولي رأيكم.
انتوا عارفين طبعا رأيكم بيهمني جامد قوي. معانا كمان معلقة من العسل، هنضيف معلقة من العسل، العسل النحل معلقة. احنا عارفين برضو ان هو العسل مفيد جدا طبعا للبشرة، بينعم البشرة وبيغذيها وبيقويها. ماسك ده رائع جدا. لسه كمان معانا زيت اللوز الحلو، معلقة منه. كده مفيد طبعا للبشرة والبقع السمراء والهالات السوداء. لسه كمان معانا جل الصبار، لسه كمان معانا جل الصبار، معلقة برضو من جل الصبار. كده وصفات ناني التجميلية من احدث الوصفات العالمية، ما شاء الله يعني بتفيد البشرة والجسم وكل ايه، كل اي حاجة في اي حاجة في الجسم والبشرة انا بعملها، ووصفاتي كلها ما شاء الله عليها وصفات ممتازة جدا. كمان معانا الفازلين، هناخد نص معلقة من الفازلين. الفازلين مرطب طبعا للبشرة ومجدد الخلايا. كل ده كده هناخد نعمله حمام مريم او في حمام سخن. بنقلب كويس كده لحد ما يندمج كله مع بعضه. لسه معانا كمان لبان الذكر المطحون، هناخد برضو منه معلقة كده ونضيفها على الخليط. وصفة ممتازة شاملة كل حاجة يا بنات، هتفيد بشرتك وهتشيل التجاعيد والهالات السوداء والبقع الداكنة والرؤوس السوداء. يعني الوصفة دي كاملة متكاملة، وصفة ممتازة جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم ان شاء الله. وصفات ناني التجميلية كلها وصفات عالمية. نحطه في حمام مريم ونرجع. معانا هنا يا بنات هنحط كده الفوطة وننزل فيها البولة بتاعتنا ونقلبهم لحد ما يتجانس مع بعض. تعرفين حمام مريم ده مفيد جدا، لازم نعمله علشان نسيح لبن الذكر ونسيح الفازلين اللي الموجود فيه. عملنا حمام مريم كده، خلصنا كده، خلصنا حمام مريم. هنجيب بقى كده مصفى ونصفي الخليط تاني، عايزين ما يبقاش فيه اي شوائب، يبقى ناعم خالص.
صفيناه، شايفين صفينا الخليط خالص كده. احنا هنستنى عليه يبرد شوية وبعدين نعبيه في بولة، نعبيه في علبة، سوري نعبيه في علبة بتاعت كريم ونحطه في التلاجة. صفينا الخليط كده في علبة، علبة طبعا نظيفة ومعقمة، شايفين جمالها عاملة ازاي. وصفات ناني التجميلية كلها وصفات عالمية، وصفات مهمة جدا للبشرة، البوتوكس والفولر وال يعني جميع الأدوات المفيدة للبشرة عندي أنا، بخلصها وبعملها وبقدمها لكم، مفيدة جدا، أفيد من المواد التجميلية اللي عليها كيماويات. جربوها وقولولي رأيكم. هنحطها بالليل وفي الصباح. بتشد البشرة طبعا، بتشد التجاعيد وبتزيل الهالات السوداء. اهو شايفين، عايزين نجربها، ولما تجربوها قولوا لي رأيكم. واتمنى ان وصفاتي تعجبكم، واللي ومحتاجة منكم تشتركوا في القناة واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في وصفات جديدة.